ياخذها فارس الصبيح وياخذ هجمه لخالد الغانم لفهد ثاني. هدف هذا تخطيط تخطيط هدف تخطيط يسجل منا منصور بشير. لعبة حلوة لعبها المصيبية مع خالد الغانم، حنشوفها تاني. هذا خالد الغانم اللي جاء للمصيبية، وشوفوا هنا على اليمين، على اليمين شوفوا اللي منطلق سريع ما شاء الله ومراوغ على طول ما استنى، وهي على الطاير. هنا خرج خرج طلال الدوسري في نفس الوقت، هذا لا يمنع برضو من خروجه ان كانت هدف. اديها لخالد الغانم لوحده ما في احد، لكن يجري في منصور هناك حرمله. هي سريع فعلا منصور، وفعلا في سباق في سباق، ما زال منصور في المقدمه وبيلعب على يد المرمى. يدخلها عادل ابو رشيد في مرمى. انا قلت ما زال منصور في المقدمه لانه منصور ما يعني سريع، بطل من ابطال 100 المتر ويدخلها. هذا شوفوا، هذا داعب، هذا خالد العبها لمنصور اللي يشوفه فتحات رجله ما شاء الله تبارك الله كيف بيجري وبيدخل بها منطقه الجزاء وبيلعبها. هنا مندفع نمره 2 اللي هو عادل برشيد ويسجلها ويكملها في المرمى، ويعتبر هدفين بعد 10 دقائق. الهدف الثاني للهلال وتصبح النتيجه 2 مقابل لا شيء. هيلعب القدسية في حائط وبتتلعب ناحية المرمى وترجع مرة ثانية وبعيدها حسين، ولكن ترجع ل بيلعب ناحية المرمى. هدف 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 اتسجل، سجلوا عبد الله ابو الحسن في الدقيقة 34، ودي بنشوفها مرة ثانية. ده الخطأ اللي كان حاصل وتتصدى الكرة، وده حسين بيشي بيرفع كرة ما صدق على الله انه الجو فضيل وما في احد قدامه، بيلعبها في الزاوية ويسجل الهدف الاول للقادسية. هذه طلعة شوفوا هنا، صحيح انه يلاصقوا عبد الله ومفروض مسؤول منه، وصحيح انه شوف هذه عرقلة عرقلة في بنالتي اللي حيشوطها قائد فريق الهلال صالح النعيم، واحنا في الدقيقة 28. صالح في الدقيقة 29 وبرضه لسه ما اتلعبت الكورة، والحكم يقول للعيبة اطلعوا برا القوس. وهذه صالح النعيمة ويلعبها قوية ويسجل هدف ثالث للهلال، وتصبح النتيجة 3-1 3-1. احنا كنا نتمنى نشوف هدف اليوم، ورونا اللعيبة 4 أهداف وما أدري في كمان. هذه ضربة ضربة الجزاء، بتتلعب هذه صالح النعيمة برميها على يمين الدوسري طلال، بتلعب وتبعد ومرة ترقد بصالح بالجول في المرمى، ويسجل صالح النعيمة هدف رابع. كرة إذا نزلت قدام شخص وهو متمركز أمام في منطقة الجزاء وطويل وما هو مراقب ونازلاله زي ما يقولوا حلوه مقشره، لابد انه يسجل منها هدف. صالح النعيمه قائد الهلال، شوفوا فين حيكون واجب. هذه الكره بتترفع، هذه الدوسري بيلعبها بيده، هنا تلعب مره ثانيه، فين هنا صالح؟ شوفوا صالح لوحده ما في احد، عدلها وراح شايتها لعبها قذيفه على طول. شوف 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 فين